بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الثانوية العامة، مرحبا والله بالصف الثالث الثانوي. رقم بالنسبة للأستاذ زاد شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في مراجعة المنهج بتاعك العام 2020 من كتاب جيم من عام 2020، مراجعة نهائية. ووصلنا لوحدات 7 و8 وحدات مجمعة مع بعضها كالعادة بتاعت كتاب جيم في المراجعة، تحديدا جزء الفوكابلري، وده بدايته إن شاء الله على صفحة 134 من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. أول مفروض تقول لك Steven Spielberg is the، وبعد كده جاء فراغ، of the series of movies called Jurassic Park. المخرج طبعا، خلاص انا قلتها كده خلاص، المخرج العالمي المعروف ستيفن سبيلبرج هو المخرج لسلسلة الافلام المسمى بجوراسيك بارك. طيب يا ترى سيلر ولا كريتيك ولا دايركتور ولا كاستمر؟ انا خلاص قلت الاجابة واحنا بنتكلم يا شباب، قلت لك المخرج، يبقى انا عايز كلمة دايركتور، هي دي الكلمة الوحيدة اللي معناها مخرج. إجابة صحيحة في جملة رقم واحد. كلمة سيلر معناها باع، كلمة كريتيك معناها ناقد، وكلمة كاستمر معناها زبون. بنأكد دايركتور بمعنى مخرج. إجابة وحيدة صحيحة في جملة رقم واحد. اتنين، بدأ فراغ بيقول لك فيه أبا يا فراغ is an expert، كذا هو عبارة عن خبير، or a professional person، أو شخص محترف، whose job is to give، اللي وظيفته إن هو يعطي إيه بقى، help المساعدة، and advice والنصيحة، on a particular subject، في موضوع محدد. يا ترى consultant بمعنى مستشار، ولا painter بمعنى رسام، ولا spectator بمعنى مشاهد، ولا provider بمعنى مزود به؟ الإجابة الصحيحة هي consultant بمعنى مستشار. إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 2. طب نروح لجملة رقم 3 علشان نكمل التدريبات بتاعتنا على صفحة 134 زي ما قلنا. بيقول لي traffic police use a kind of، شرطة المرور بتستخدم نوع من ايه بقى؟ جاء فراغ to discover، لكي تكتشف، drivers who exceeded the speed limits، اللي هم السائقين اللي بيتخطوا حدود السرعة المسموح بها. يا ترى بتستخدم ليزر ولا رادار ولا راديو ولا فايرورك؟ تستخدم يا شباب حاجة اسمها رادار، اللي هو بيقولوا عليه الرادار، وده جهاز لرصد السرعة وما الى ذلك. تمام، رادار اجابة صحيحة في جملة رقم 3. أربعة، بيقول لك فيها I complained to the gas company because، أنا قدمت شكوى لشركة الغاز. ليه بقى؟ because إيه بقى ده كذا؟ they sent wasn't very efficient، لأن كذا اللي أرسلوه لم يكن كفء. طيب نقول إيه بقى؟ illustrator، وده اللي بيقولوا عليه بيرسم الرسومات التوضيحية في المجلات والجرائد والحاجات دي زي كده، ولا designer بمعنى مصمم، ولا technician بمعنى تقني أو فني، ولا musician موسيقار. تكنيشن بمعنى تقني او فني. اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 4. 5، بيقول لك فيها تو مي، بالنسبه ليا يعني، جايب بعد كده كوما وفراغ، از ا فاسينيتنج سبجكت، كذا ماده جميله حلوه ساحره زي ما بيقولوا. اي لايك تو ليرن ذا ناتشرال فورسز ساتش از لايت اند هيت، انا احب ان اتعلم القوى الطبيعيه مثل الضوء والحراره. ايه بقى الماده اللي فيها الحاجات دي؟ هيستوري التاريخ، ولا جيوغرافي الجغرافيا، ولا ماث ماث اللي هي مادة الرياضيات، ولا فيزيكس مادة الفيزياء؟ فيزيكس مادة الفيزياء. إجابة وحيدة صحيحة في الجملة رقم 5. في 6، بقول لك فيها I couldn't continue the game with my friend as، أنا لم أستطع أن أتم أو أن أنا أكمل اللعبة مع صديقي as، لأن إيه ذا كذا didn't work well، لم يعمل بطريقة جيدة. يا ترى سوكتس، سوكتس ده المكان اللي بتضع فيه القابس اللي هو الفيشه يعني، ولا كنترولز اللي هو ده اجهزه الضبط او التحكم، ولا وايرز بمعنى اسلاك، ولا ماشينز بمعنى الات، كنترولز بمعنى ادوات الضبط او التحكم. اجابه صحيحه في جمله رقم 6. 7، بيقول لك فيها وفاء tried to explain why she came late، وفاء كانت بتحاول انها تشرح سبب انها جت متاخره، يعني هي جت متاخره ليه، بتشرح، هي بتحاول تشرح. بدها تشرح، لكن المعلم ايه بقى، هير انجرلي، المعلم عمل شيء وبغضب ضد ايه، ضد وفاء. يا ترى praised امتدح مدحها يعني، ولا involved، كلمه involved معناها ضمن شيء، ولا included برضو بالكلمه included بمعنى يضمن شيء او يدرجه فيه، ولا interrupted بمعنى يقاطع. interrupted بمعنى يقاطع. اجابه صحيحه في جمله رقم 7. نروح لجملة رقم 8، واللي بيقول لك فيها my parents، والدي جاء فراغ to punish me، ان هم يعاقبوني severely بقسوة، if I got bad marks، لو حصلت على درجات، طبعا انا وجدت if حالة تانية اهو، if I got bad marks، لو كنت حصلت على درجات سيئة in math
the next month في مادة الرياضيات في الشهر القادم. يا ترى threatened بمعنى هدد، ولا advised بمعنى نصح، ولا discussed بمعنى ناقش، ولا replied بمعنى أجاب أو رد الوالدين بيهددهم هو هيعاقبوهم. يبقى ناخد threatened إجابة صحيحة في جملة رقم 8. 9 بيقول لك فيها you can call 122 اللي هو بنقول عليها 122 ودي نمرة الطوارئ أو النجدة. ماشي، ask for help if there is a or an للمساعدة لو عندك إيه بقى؟ competition منافسة، emergency حالة طوارئ، ولا race بمعنى سباق، ولا incident بمعنى حدث داخل قصة أو رواية أو مسرحية أو ما إلى ذلك. كلمة emergency إجابة صحيحة في جملة رقم 9 بمعنى حالة طوارئ. عشان بقول لك فيها the British heart، طبعا هنكمل الكلمة مع اللي جاي لأن معنى المصطلح ده مش هيبان لو قلناه كده هيبقى في خطأ. نجيب فراغ بعد كده gives all help تعطي كل المساعدة and support والمساندة والتأييد for heat for heart، الكلمة دي فيها خطأ شباب من ناقصها R، for heart patients لمرضى القلب، يعني دي مش كلمة heat، الكلمة دي كده خطأ مش هينفع تكون heat لازم تكون heart، for heart patients لمرضى القلب all over the world all over the country في كل أنحاء الدولة. يا ترى company بمعنى شركة، party بمعنى حزب، corporation بمعنى نقابة أو شركة، و foundation المعنى الحرفي ليها مؤسسة. تمام؟ تمام كده؟ طيب نترجم بقى نجيب الجملة. طبعا إجابتنا الوحيدة الصحيحة هي foundation يا شباب، foundation بمعنى مؤسسة. طب نجيب المصطلح على بعض اللي هو the British Heart Foundation اللي هي مؤسسة مرضى القلب أو المؤسسة البريطانية لمرضى القلب. The British Heart Foundation معناها المؤسسة البريطانية لمرضى القلب، دي طبعا بتعطي المساعدة والتأييد والمساندة لكل مرضى القلب في الدولة بتاعت طبعا دولة انجلترا. Foundation إجابة صحيحة في جملة رقم 10. 11 بقول لك فيها We don't know what، نحن لا ندري أو لا نعلم كذا. جايب فراغ The machine to fail، الآلة، كلمة فين أنا مش معناها يسقط، مقصود بها إن هي تتوقف عن العمل تتعطل يعني. طيب إذا ناخد resulted ولا caused ولا occurred ولا knocked، الإجابة بتاعتنا هي caused. ماشي، نحن لا ندري ما الذي أدى أو ما الذي سبب إن الآلة هي تتوقف. resulted معناها نتج خطأ، occurred معناها حدث ودي بتستخدم في الأشياء الرسمية برضو خطأ، knocked كلمة knock زي knock down بمعنىها يطرحه أرضا مثلا وتيجي بمعنى يطرق اللي هو الخبط على الباب. بنأكد إجابتنا caused إجابة صحيحة في جملة رقم 11 بمعنى سبب. طب نشوف جملة رقم 12 ودي جملة الأخيرة على صفحة 134. طبعا لسه التدريب كبير جدا إن شاء الله هنتابعه مع بعض. بدأ بفراغ 12 وبعد كده بقول لك is a serious disease كذا والعياذ بالله هو عبارة عن مرض خطير. in which cells واللي فيه الخلايا in someone's body في جسم الإنسان grow in a way that is not normal، بتنمو الخلايا في الجسم والعياذ بالله بطريقه مش طبيعيه، ربنا يعافينا يا جماعه. يا ترى فيفر الحمى ولا بارالايزس اللي هو والعياذ بالله ده الشلل، ولا فلو اللي هي الانفلونزا، ولا كانسر السرطان. سلام غانم ابراهيم، طبعا ربنا يعافينا يا جماعه يا شباب، هو كانسر السرطان. اجابه صحيحه في جملة رقم 12. طب نروح لصفحه 135 عشان نكمل باقي الفوكابلري اكسرسايز الوحدات 7 و8 وحدات مجمعه زي ما قلنا. وادي العنوان قدامنا شباب اهو، يونت 7 اند 8 قدامنا العنوان عشان عارفين نفسنا شغالين فين. في 13 بقول لك ايه بايولوجيست اللي هم علماء البيولوجيا اللي هي الاحياء يعني، مالهم بقى ويل ريز ذا يونج بيرز، كلمه بير هنا كلمه ريز بمعنى يربي، هيقوموا برعايه وتربيه بيرز اللي هي الدبب الصغيره انتل ذي كانت يستطيعوا ايه ذم ان ذا وايلد كذا في البريه، يعملوا لهم ايه بقى realize بمعنى يدرك، ولا recognize بمعنى يتعرف على، ولا release بمعنى يطلق. يطلق معناها ان شيء انت كنت حبسه اطلقت سراحه، سبت له العنان تركت له العنان زي ما بيقولوا، ولا specialize بمعنى يتخصص فيه. release بمعنى يطلق سراح، اجابه صحيحه في جمله رقم 13. 14 بقول لك فيها watch this film to understand the، شاهد هذا الفيلم لكي تفهم ايه، يعني فراغ of photosynthesis. photosynthesis دي عملية البناء الضوئي التي تتم في النباتات. ماشي بيكمل how a plant makes food، كيف يقوم النباتات بصناعة الغذاء. process عملية إجرائية، ولا release بمعنى إطلاق سراح، ولا achievement بمعنى إنجاز، ولا operation بمعنى عملية جراحية. process عملية إجرائية، إجابة صحيحة في جملة رقم 14. 15 بقول لك فيها ذا بقى فراغ
مان از ا فيمس نوفل كذا. مان هو عباره عن روايه شهيره اند فيلم وكمان فيلم اباوت ا مان عن رجل هو كود نوت بي سين باي اني وان لا يمكن رؤيته باي بواسطه اي احد يعني حد غير مرئي يعني. انكريدبل بمعنى لا يمكن تصديقه ولا دايابيتك معناها مصاب بالسكري اللي هو مرض السكري يعني ولا انفيزبل غير مرئي ولا انفينسبل ودي معناها لا يقهر او لا يغلب. انفيزبل معناها غير مرئي وده هنكملها على بعضها نقول ايه ذا انفيزبل مان ادي ذا اهي وادي انفيزبل وادي كلمه مان دي عباره اللي هي اسمها اللي هو الرجل غير المرئي يعني انفيزبل معناها غير مرئي او لا يمكن رؤيته. اجابه صحيحه في جمله رقم 15 انفيزبل. طب نكمل مع جمله رقم 16 واللي بيقول لك فيها ذا اريا هاز ناو بين المنطقه حاليا ايه بقى from the list من قائمة of dangerous destinations قائمة المناطق الخطيرة ايه بنقول عليها ايه بقى removed بمعنى ازيلة ولا disapproved معناها لا يستحسن كذا ولا bought الماضي من buy bought bought اشتري ولا built وده الماضي من build built built طبعا هنقول removed بمعنى تم ازالة يعني عايز اقول لك ان اسمها اتشال من المنطقة من المناطق المصنفة على انها مناطق خطيرة removed اجابة صحيحة في جمله رقم 17 بيقول لك فيها they are using a very powerful transmitter to send هم بيستخدموا جهاز ارسال قوي جدا ليرسلوا ايه بقى جهاز فراغ to the astronauts لرواد الفضاء actions بمعنى افعال او حركات rays اشعه دي زي الاشعه اللي بيستخدموها للكشف على الاجسام وما الى ذلك ولا signs بمعنى لافتات او علامات ولا signals بمعنى اشارات لاسلكيه signals بمعنى اشارات لاسلكيه اجابه صحيحه في رقم 18 بيقول لك فيها the center provides help for people المركز بيوفر خدمات للناس انهي ناس بقى suffering from mental اللي بيعانوا من mental كلمه mental معناها عقلي ايه بيعانوا من ايه عقلي progress تقدم ولا illness بمعنى مرض ولا thinking تفكير ولا ability بمعنى قدره الاجابه بتاعتنا هي illness بمعنى مرض عشان تبقى mental illness بمعنى مرض عقلي النس اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 18 صدق بقول لك فيها ماي براذر هوبس تو اخي اعمل كذا اكسبيرينس باي وركينج خبره بواسطه العمل ابرود فور اير بواسطه العمل في الخارج لمده عام يا ترى ايرن ولا وين ولا جين ولا لوز انا هاخد جين اجابه واحده صحيحه لان جين هي اللي ينفع جين هنا بمعنى يكتسب ودي بتيجي مع الخبرات والمعلومات وما الى ذلك فنقول جين اكسبيرينس طب ليه ما خدناش ايرن؟ ايرن معناها يكسب او يربح بس فلوس. وان معناها يفوز بجائزه، ولوز معناها يخسر. جين بمعنى يكتسب وتيجي مع خبره او معلومه وما الى ذلك، اجابه صحيحه في جمله رقم 19 جين. طيب في 20 بيقول لك ايه؟ مودرن شيبس السفن الحديثه هاد نو سيلز ليست لديها اشرع ما لهاش اشرع زي زمان. اور ايه؟ ولا وايه كمان؟ يعني لا فيها لا اشرع ولا ايه كمان. طيب يت They moved at great speed through the water. وبرغم من كده هم بيتحركوا بسرعة شديدة جدا في المياه. طيب poles اللي المعنى الحرفي ليها أعمدة ولا sticks بمعنى جمع كلمة عصا اللي هي عصيان ولا towers بمعنى أبراج زي برج القاهرة مثلا ولا masts masts اللي هي أبراج اللي بيتم من خلالها استقبال الاشارات اللاسلكيه والموبايلات وما الى ذلك وممكن تستخدم بمعنى ساري. الساري ده يا شباب عباره عن عمود كان بيتم وضعه في السفن زمان تضع عليه اللي هي القماشه او الحاجات اللي كانت بتستخدم في الاحتفاظ بالريح عشان يحرك السفن. ماستس بمعنى ساري وده الجمع بتاعها باللغه العربيه هنشوف جمع ساري سواري ممكن يكون كده. المهم ان هي ماس اجابه ما من الكلمه اللغه الانجليزيه ماس اجابه صحيحه في جمله رقم 20. طيب نشوف جمله رقم 21 واللي بيقول لك فيها the police have found no evidence of a terrorist الشرطه لم تجد دليل على terrorist معنى ارهابي ايه with the murder في عمليه القتل دي يا ترى تاي هنا بمعنى رابطه عنق او كرافات ولا كلاش بمعنى اصطدام او تصادم ولا هنت بمعنى لمحه ولا لينك بمعنى رابط لينك بمعنى رابط اجابه صحيحه في جمله رقم 21. في 22 بيقول لك ماي فادر سفرز فروم هاي بلاد والدي يعاني من ايه اللي عالي في الدم
ايه اللي عنده عالي في الدم كذا. And that's why he is taking medicine. ده السبب اللي يخليه بياخد أدوية. يا ترى pressure بمعنى ضغط، ولا power بمعنى طاقة، ولا press اللي هي الصحافة وما إلى ذلك، ولا pipe بمعنى ماسورة. هنقول pressure، أنا عندي تعبير شو اسمه إيه، blood pressure بمعنى ضغط الدم. pressure إجابة واحدة صحيحة من رقم 2. ماشي. تشرم بيقول لك فيها all the people were، كل الناس كانوا كذا. By what had happened، بما حدث after the bomb explosion، بعد انفجار القنبلة. horrified بمعنى مرعوب أو مذعور، ولا pleased سعيد أو مبسوط. fantastic رائع، relaxed يشعر بالاسترخاء. هنقول horrified، طبعا الحاجات دي قنبلة والعياذ بالله، بالناس خلاص لازم تكون مذعورة. horrified إجابة وهي صحيحة في جملة رقم 23. 24 بيقول لك فيها security cameras، كاميرات المراقبة أو كاميرات الأمن يعني. should be يجب ان تكون ايه بقى، in local places في الاماكن المحليه. يا ترى repaired بمعنى يتم صيانتها او تصليحها، ولا installed يتم تركيبها او تثبيتها، ولا broken بمعنى تتكسر او تتعطل، ولا designed بمعنى تصمم. هنقول installed بمعنى يتم تركيبها او تثبيتها وتجهيزها للعمل. installed اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 24. 25 بيقول لك فيها disbelieved that، يعتقد ان living and working الحياة والعمل in في 0A، 0 هنا معناها صفر، A has some side effects، له بعض الآثار الجانبية. for astronauts لرواد الفضاء. ترى temperature بمعنى حرارة، درجة حرارة يعني، ولا gravity جاذبية، ولا heat بمعنى يسخن وبمعنى برضو حرارة، ولا weather بمعنى طقس. هناخد كلمة gravity، انت عندك حاجة اسمها زيرو جرافيتي معناها انعدام الجاذبية او الجاذبية صفر زي ما بيقولوا. جرافيتي اجابة صحيحة في جملة رقم 25. طب نروح لجملة رقم 26، ده اخر جملة على صفحة 135. بيقول لك فيها we were just، احنا كنا فقط كذا. to leave بأن نغادر. for the party when my cousin arrived at our house، عندما وصل ابن عمي الى بيتنا. يا ترى ايه بقى، for ولا with ولا inside ولا about. انا عندي حاجة اسمها التعبير على بعض، بيقول لك ايه، we were just about to، بنكون معناها باللغه العربيه كنا على وشك كذا. about حرف جر اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 26. نروح صفحه 136 عشان نكمل تدريبات شباب. على صفحه 136 هتلاقي بدايه الجمله رقم 27 وبتقول لك the athlete had been running and he was gave for a heart. الرياضي كان بيجري وكان كذا بصعوبه. ايه اللي يحصل ان واحد يعمله بصعوبه لما يكون بيجري؟ يا ترى releasing بمعنى يطلق سراح، ولا breathing بمعنى يتنفس، ولا flashing بمعنى تبدو منه نداوه او نظاره، ولا flashing بمعنى يعمل فلاش او يدي فلاش ضوء يعني. هنقول breathing بمعنى يتنفس، اجابه صحيحه في الجمله رقم 27. 28 بيقول لك فيها the ship sank، السفينه او المركب غرقت. because of the، بسبب ايه بقى، the storm caused، اللي سببتها العاصفة. يا ترى thunder بمعنى رعد، ولا wages بمعنى مرتبات، ولا waves بمعنى أمواج، ولا wolves جمع كلمة wolf اللي هو ذئاب يعني. هنقول waves بمعنى أمواج، إجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 28. 29 بيقول لك فيها our neighbor مستر سمير، جارنا الأستاذ سمير. إزاي، إيه هو بقى الراجل ده، إيه ماله. of a famous newspaper in Cairo، لجريدة كبيرة في القاهرة. يا ترى ميوزيشن عازف موسيقي او موسيقار. اديتور بمعنى رئيس تحرير، ولا سيلر بائع، ولا ارتست فنان. اديتور رئيس تحرير، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 29. الجمله 30 بيقول لك فيها ذا ديفلوبمنت اوف، تطوير كذا جاي فراغ. انتليجنس هنا بمعنى ذكاء. ويل بي ا كواليتي اوف ذيس كونتري، هيبقى حاجه طبعا ذات جوده عاليه لهذا اوف ذا سنتري، لهذا القرن. سنتري يا شباب بمعنى قرن من الزمان. طيب نقول عليه بقى normal بمعنى طبيعي، artificial بمعنى صناعي، ودي عكس natural. يعني ايه artificial؟ artificial معناها مصطنع مش طبيعي، يعني مش على طبيعته، مش على خلقة ربنا، تمام. ولا natural بمعنى طبيعي، ودي عكس بقى artificial و natural، هما الاثنين عكس بعض. ولا industrial معناها حاجة ليها علاقة بالتصنيع وما إلى ذلك يعني، تمام. الإجابة الوحيدة بتاعتنا صحيحة artificial intelligence، اللي هو الذكاء غير الطبيعي، اللي هو بيقولوا عليه الذكاء الاصطناعي، لان انا عندي ذكاء طبيعي اللي هو خلقه ربنا خلقه فيك،
زي ذكاء الانسان، ذكاء فطري او ذكاء طبيعي. لكن لما اعمل انا اجهزه حاسب الي وما الى ذلك، ده المقصود بيه الذكاء الاصطناعي. تمام؟ ده اسمه ده مثلا، ده انا بقربها لك يعني، ادي المقصود بيها. وانا عندي مصطلح اسمه ارتفيشال انتليجنس، ذكاء اصطناعي يعني غير طبيعي، وده عكس الناتشرال بقى. ارتفيشال، اجابه صحيحه في الجمله رقم 30. طب نروح لجملة رقم 31، واللي بيقول لك فيها companies are making use of social، الشركات بتستفيد او بتستغل سوشيال ايه بقى؟ in order to advertise their goods، لكي تعلن عن منتجاتها. يا ترى studies، studies بمعنى دراسات، ولا chats بمعنى دردشات، ولا media بمعنى وسائل اعلام، ولا videos؟ لا، انا عندي حاجه اسمها social media. social media اللي بيقولوا عليها وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والتويتر والحاجات دي. ميديا، اجابه صحيحه في الجمله رقم 31. بيقول لك فيها astronauts are trained to get used to، رواد الفضاء بيتم تدريبهم على ان هم يبقوا متالفين مع او متعودين على ايه بقى؟ سبيس، في الفضاء. يا ترى فلوتنج اللي هو بنقول عليه الطفو، طبعا طفو على وجه الماء مثلا، عكس ان انت تغطس فيها، المقصود بفلوتنج بمعنى الطفو. ولا سويمنج السباحة، ولا دايفنج الغوص وده في أعماق المياه مثلا، أو الغوص من السماء للأرض. ولا ويتنج الانتظار، لا هما لازم يتدربوا على حاجة اسمها فلوتنج الطفو، لأن طبعا مع فقدان الجاذبية هتلاقيهم كأنهم إيه، طافيين على وجه شيء. فلوتنج، إجابة صحيحة في الجملة رقم 32. تاتن بيقول لك فيها teachers will never be، المعلمون مش ممكن يكونوا إيه، أو سوف لا يكونوا إيه بقى؟ كذا by computers in the classroom، بواسطة الحاسب الآلي في فصول الدراسة. replaced بمعنى يعيد استبدال أو يستبدل بكذا، replacing بمعنى يستبدل. ولا place بمعنى يضعه في مكان، ولا taken تصريف ثالث من take took taken بمعنى يأخذ، ولا attended جاي من attend يحضر. هنقول replaced عشان بمعنى جملة أن المعلمون سوف لا يمكن استبدالهم، يعني قلنا كلمة replaced بمعنى يستبدل، المعلمين مش ممكن يتم استبدالهم بواسطة أجهزة حاسب آلي في حجرات الدراسة. replaced، إجابة وحيدة صحيحة في الجملة رقم 33. 34 بيقول لك فيها accidents، الحوادث وجاء فراغ more frequently، بتكرار أكتر when the roads are busy، لما تكون الطرق زحمة. take part بمعنى يشارك فيه، come in بمعنى يدخل، cause بمعنى يسبب، و occur بمعنى يحدث. occur بمعنى يحدث، إجابة صحيحة في الجملة رقم 34، لأنها بتستخدم في الأشياء الرسمية. نقول accidents occur. occur، إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 34. طب نروح 35، بقول لك فيها in class، في حجرة الدراسة، I usually get myself into a comfortable، أنا دايما بضع نفسي في إيه، مريح بقى، ماشي؟ get fraught to understand the lessons well، لكي أفهم الدرس وبطريقة حسنة. يا ترى sight بمعنى إبصار، القدرة على الرؤية يعني، ولا بيز بمعنى قاعدة، ولا لوكيشن ده المكان اللي بيتم فيه تصوير الأفلام والأشياء اللي زي كده، ولا بوزيشن بمعنى موضع أو مكان. بوزيشن بمعنى موضع أو مكان، إجابة صحيحة في الجملة رقم 35. طيب نروح لجملة رقم 36، واللي بيقول لك فيها plants change the sun's energy into، النبات يحول الطاقة الضوئية اللي هي طاقة الشمس يعني إلى إيه بقى؟ energy. يا ترى chemical كيميائي، ولا chemist؟ chemist كيميائي اللي هو الإنسان، اللي هو الشخص اللي يعمل في مجال الكيمياء، ولا chemistry مادة الكيمياء اللي أنت بتدرسها، ولا solar بمعنى شمسي. تمام؟ هنقول chemical بمعنى كيميائي، وده توصيف للطاقة. chemical energy الطاقة الكيميائية، إجابة صحيحة رقم 36. 37 بيقول لك ايه؟ You have to consider all the، يجب ان تضع في اعتبارك كل ايه؟ and cons، cons هنا بمعنى عيوب، of the matter للمسألة او للقضية اللي انت بتتعامل معاها يعني، before you make a decision، قبل ان تتخذ قرار. يا ترى pools ده جمع حمامات سباحة، ولا pours ولا pros اللي هي بمعنى مميزات، ولا peers. ماشي؟ الإجابة بتاعتنا ان هي pros عشان تبقى معنى جملة على بعضها. pros and cons، ادي كلمة pros هي ودي cons اللي هي على بعضيها بمعنى اللي هي مميزات وعيوب. pros، إجابة صحيحة في الجملة رقم 37. 38 بيقول لك فيها it is a shame that، إنه من العار إني إيه بقى؟ poverty، الفقر still، لا يزال كذا in some countries in Africa، في بعض دول أفريقيا.
ترى disappears يختفي ولا exists معناها موجود ولا includes معنى يتضمن ولا involves معنى يشتمل على. هنقول exists معناها موجود عشان معنى جملة إنه لا من العار أن الفقر لا يزال موجود في بعض دول أفريقيا. exists إجابة صحيحة في جملة رقم 38. 39 بيقول لك فيها صبري spent the last 10 years of his life in. شخص اسمه صبري بيقول لك قضى العشر سنين الأخيرة من حياته في إيه بقى؟ after a terrible accident بعد حادثة والعياذ بالله كانت فظيعة. interstation بمعنى محطة ولا wheel box ولا vehicle ولا wheelchair. wheelchair اللي بيقولوا عليها كرسي متحرك. إجابة واحد صحيحة في جملة رقم 39. 40 بيقول فيها the aircraft was greatly damaged by a great great sand كذا in the desert area. aircraft اللي هي الطائرة يعني الطائرة تدمرت أو ابتدت تأذت. كلمة دامج هنا معنى تلف أو ضرر. بيقول لك الطائرة تأذت أو تضررت بدرجة كبيرة جدا بواسطة جريت بمعنى عظيم أو ضخم أو هائل يعني. sand هنا بمعنى رمال تمام كذا في in the desert area في المنطقة الصحراوية. يا ترى ستورم عاصفة ولا ديون. ديون دي اللي هي الكثبان الرملية ودي معلومة معروفة عند الجغرافيين ولا بار ولا بيتش. هنقول ستورم. أنا عندي حاجة اسمها ساند ستورم عاصفة رملية. إجابة صحيحة في جملة رقم 40. طب نروح لجملة رقم 40 جملة رقم 41 ودي آخر جملة موجودة على صفحة 136. بيقول لك ايه فيها my father says that I won't go anywhere until I get the exam. انا بابا بيقول ان انا مش هروح اي مكان حتى احصل على ايه بقى exam. exam ايه؟ يا ترى results معنى نتائج ولا resolution ولا solution ولا conclusion. هنقول اجابه صحيحه هي كلمه results معنى نتائج. اجابه صحيحه في جمله رقم 41. ان شاء الله انتظرونا في باقي الفيديوهات وباقي ان شاء الله جزء الفوكابلري عن وحدات 7 و8 وحدات مجمعه من كتاب جمع 2020 مع معلم خبير ونزيه مصر عزت من مدرسه الشيماء الثانويه البنات. محافظ وهاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.